كالعادة ما فاتش أكتر من أسبوع من الدوري المصري وبدأ كلام الجمهور عن مشاكل التحكيم. وخد بالك الدوري المصري فيه 6 أندية جماهيرية بس من أصل 18 فريق. والحقيقة المشكلة ما بتبقاش في اعتراض جمهور فريق معين على قرارات التحكيم، سواء انت اعترفت بحقهم في ده أو لأ. المشكلة في حاجتين، الأولى في استمرار الشكوى من التحكيم، والتانية في تنفيذ القانون نفسه، وده اللي حصل في ماتش الزمالك والمقاولين العرب، لما اكتشفنا بالصدفة بسبب وجود مايكروفون جنب شاشة الفار إن الحكم أخطأ في تنفيذ القانون، وده كان ممكن يعدي ونعتبر الحكم ما حسبش ضربة الجزاء لأنه مش مقتنع بيها لولا وجود الميكروفون. موقف عشوائي تماماً، لأن القانون بيمنع بس المحادثة ما بين حكم الساحة وأوضة الفار وقت الماتش، فوجود الميكروفون كان بسبب الصدفة أو جهل المخرج بالقانون. بس ده كشف لنا إن ممكن أغلب المشاكل التحكيمية اللي بنعيشها كل موسم يكون سببها عدم فهم الحكام للقانون أو تنفيذه غلط، مش لأن تقديراتهم غير مقنعة ليك. وده بيخلينا نسأل ليه مستوى التحكيم عندنا مش بيتطور، رغم إن احنا بقينا بنعين رئيس أجنبي للجنة الحكام بقالنا موسمين. تعرف كام مرة مسك الكابتن عصام عبد الفتاح والكابتن جمال الغندور والكابتن رضا البنتاجي رئاسة لجنة الحكام من 2014 لحد ما وصلنا لمرحلة كلاتنبرج وبعده بريرا؟ هتلاقي إن مثلا الكابتن عصام عبد الفتاح كان رئيس للجنة الحكام قبل ما نبدأ نستخدم الفار، وبرضه الكابتن عصام عبد الفتاح كان رئيس لجنة الحكام بعد ما استخدمنا الفار. وفي نفس الوقت استمرت الشكوى من الحكام. خلال الوقت ده اتطورنا من مرحلة ان كابتن مدحت شلبي بيتصل باللاعب بعد الماتش عشان يسأله ويحلفه اذا كانت الكرة خبطت في ايده فعلا ولا لا، لاننا بقينا بنسمع تفسير غلط للقانون من الحكم رغم انه شايف اللقطة واضحة في شاشة الفار. المشاكل تطورت من سوء تقدير الحكم مرورا بان اللقطة مش واضحة بسبب جودة البث، وانتهينا لان الحكم بقى بينفذ القانون غلط. خلال الفترة دي كانت دايما المبررات لاخطاء التحكيم موجودة، باستثناء الاعتراف ان احنا محتاجين نطور الحكام ونعلمهم ونحسن مستواهم. وده بيوضح لك ليه مفيش غير ماتش واحد بس من كاس العالم 2010 هو اللي كان بإدارة حكم مصر. الناس شافت رؤساء لجنة الحكام بيتشتموا وبيتوجه لهم انتقادات في الإعلام من غير أي تدخل وحماية من اتحاد الكرة، لحد ما وصلت إن كلاتنبرج بيضرب مفك في سمعتك بره مصر. الناس شافت وسمعت الحكام وهم بيبرروا قراراتهم بعد الماتشات إعلاميا، وطبعا كانوا بيزودوا الطين بلة. الناس شافت وسمعت رئيس لجنة الحكام وهو بيخرج بعد كل جولة يبرر قرارات الحكام بتوعه، وكأن ده مش اعتراف ان معايير الحكام مش واحدة رغم وجود الفار. رئيس لجنة الحكام بيشرح دي ليه اتحسبت ودي ليه ما اتحسبتش، وكأننا محتاجين في زمن الفار وجودة التصوير المحترمة حد يطلع يأكد لنا على صدق نوايا الحكام. دي كلها حاجات زودت شكوك الجمهور في كفاءة الحكام وادتهم أسباب إضافية للهجوم عليهم بعد كل قرار ضد مصلحة فريقهم. هل ممكن الجمهور يبقى في يوم من الأيام راضي عن الحكام؟ مستحيل. ولو انت في موقع مسؤولية ومتخيل ان ده ممكن يحصل في يوم من الايام، يبقى انت مش مدرك حساسية المنصب اللي انت فيه. لكن اللي ممكن تقدمه فعلا هو ان انت تشتغل على تطوير الحكام وتعليمهم علشان يبقوا جاهزين لإدارة ماتشات كبيرة للأهلي والزمالك وغيره، ما نسمعش الحكم وهو مش عارف اصلا نص القانون بيقول ايه، وانك توفر للجمهور تفسير منطقي لتقديرك للقرار مش للقرار نفسه. يعني ببساطة المشجع يحترم تقديرك الخاص اللي وصلك في النهاية لاتخاذ القرار ده حتى لو هو مش متفق معاك، والتقدير ده جاي من ان انت عارف القانون كويس، اديت للحالة حقها من المراجعة لحد ما الشك اللي عندك تحول ليقين في القرار، وطبعا ما يحسش بالانحياز في قراراتك.